التاسعة صباحا بتوقيت القاهرة، السابعة بتوقيت جرينتش. موجز الأخبار من التلفزيون المصري، أهلا بكم. قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن الدولة تمكنت من القضاء على الفكر المتطرف. وأضاف الرئيس السيسي خلال حضوره الندوة الثقافية للقوات المسلحة بمناسبة يوم الشهيد أن ثمن التضحية لا يمكن أن ننساه لتحقيق استقرار الدولة، وأن كل ظرف مر على الدولة خلال العشر سنوات الماضية له تكلفته ويجب أن يتحمل تبعاتها الجميع. وأكد الرئيس السيسي أن الظروف التي تحملها المصريون تزداد نتيجة الصراعات المتتالية والظروف المتعاقبة في العالم، مرورا بأزمة كورونا والحرب الأوكرانية الروسية والحرب على غزة، مشيرا إلى أن التحديات والأوضاع في المنطقة لها تأثير على مصر. كما شدد الرئيس السيسي على ضرورة ضبط سوق الصرف، موضحا أنه لولا السعر المرن وفقا لطلبات السوق لحدثت مشكلة كبيرة. قتل 5 أشخاص على الأقل، بينهم 4 من عائلة واحدة، في قصف إسرائيلي استهدف منزلهم في جنوب لبنان. وقالت وكالة الأنباء الرسمية اللبنانية أن الغارة على المنزل في حي العين راح ضحيتها عائلة من 4 أشخاص نازحة من بلدة بليدة، وأصيب أكثر من 9 آخرين. ودمرت الغارة المنزل بكامله وسببت أضرارا في البيوت المجاورة له. أعرب المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطيني أونروا عن تفاؤله باستئناف الدعم المالي الدولي للوكالة. وفي مقابلة مع قناة RTS السويسرية قال لازاريني إنه متفائل بحذر بشأن قرار من عدد من المانحين استئنافي تمويل الوكالة خلال الأسابيع القليلة المقبلة. وكان نحو 15 دولة قد علقت مساعدتها للأونروا بعد اتهامات إسرائيلية في نهاية يناير بضلوع بعض موظفيها في هجوم 7 أكتوبر. قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يضر إسرائيل أكثر مما ينفعها بطريقة إدارته للحرب في غزة. وأكد بايدن أن على نتنياهو الحذر بشأن الأرواح البريئة التي تفقد بسبب الإجراءات المتخذة في الحرب، ومشددا على أن ذلك يضر بإسرائيل. شهدت العديد من المدن والعواصم العالمية تظاهرات حاشدة تنديدا بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وشارك الآلاف في تظاهرات بعدد من المدن والعواصم مثل تونس والعاصمة الألمانية برلين والفرنسية باريس، وكذلك في لندن ومانشستر في بريطانيا، دعما للشعب الفلسطيني والمطالبة بوقف إطلاق النار وإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة. ورفع المشاركون في التظاهرات الأعلام الفلسطينية واللافتات المنددة بالجرائم التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني. حصل الرئيس الرواندي بول كاجامي على تأييد الحزب الحاكم للترشح في الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في يوليو. وفي اجتماع ضم كبار مسؤولي حزب الجبهة الوطنية الرواندية الحاكم في العاصمة كيجالي، حصل كاجامي على تأييد 99.1% من الأصوات. وقال كاجامي بعد أن حصل على تأييد الحزب إنه يوافق على تحمل العبء الذي عهدوا به إليه. هذا ومن المقرر أن يختار الناخبون رئيسهم المقبل في 15 يوليو المقبل لفترة تستمر 5 سنوات. ختام موجز التاسعة، فاصل ونعود لحضراتكم لاستكمال باقي فقرات. صباح الخير يا مصر.